نبدأ بقى بالمهم. يلا نبدأ بالمهم النهارده، وماتش طبعا البنك الأهلي هيكون الساعة 7 بإذن الله، ده ضمن منافسات الجولة ال 15 زي ما حضراتكم عارفين من الدوري الممتاز. طيب مهم ليه هذا الماتش؟ مهم جدا لأن هو ماتش يعني بتتكلم بعد ماتش قمة وعلى طموحاتنا، وفي كمان رحلة مهمة جدا عشان انت بتشارك بعد كده في مونديال كاس العالم للأندية، وده يعتبر اخر محطة يعني محلية قبل الانطلاق بقى. وزي ما حضراتكم عارفين يعني احنا بندي كل حاجة حقها، يعني دلوقتي اللعيبة مركزة جدا في ماتش البنك الأهلي، مركزين فنيا وبدنيا ونفسيا وكل حاجة، وكان في امبارح استعدادات اكثر من رائعة طبعا لهذا الماتش، كان في محاضرة للعيبة عشان يناقشوا بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا لهذه المباراة الهامة غاية، وهنرجع نقول هما للغاية ليه، هنتكلم في كل برضو النقاط دي. كمان كان في اللاعبين يعني أدوا تدريبات كانت مهمة جدا وبدنية تحت قيادة مخطط الأحمال، وعارفين حضراتكم قد إيه ده بيكون مهم. وطبعا برضو ميشيل يانكن كان قاد مران قوي لحراس الفريق بتوعنا، بالتوفيق لفريقنا بإذن الله يا كريم. يا رب عايزين إن شاء كمان الله خير. نقول إن وده مهم قوي بقى اللي جاي ده مهم. لاعبنا المميز محمود كهربا حصل على أعلى تصويت جمهور كلاعب الجوله ال 14، الف مبروك يا كهروبه زي ما بيتقالك النيك نيم بتاعك، ومبسوطين بيك ومبسوطين بعودتك ومبسوطين اكتر بالعوده القويه بتاعتك. وكمان عايز اقول لك ان اعلنت رابطه الانديه وقالت كده صاحب الهدف الافتتاحي في ديربي يعني القاهره كهربا اللي اشعل القمه هو لاعب الجوله، بناء على تعليقات وردود المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه والخاصه بصفحه رابطه الانديه. مبروك مره ثانيه علينا جميعا. وزي ما بتقال كده، عارف انت لما تراهن على لاعب عندك طبعاً وبتكسب الرهان، طبعاً احنا فعلا طبعاً كسبنا الرهان مع محمود كهربا، بالتوفيق للي جاي، لان طبعا كانت خطوه او ضربه بدايه رائعه جدا يا كريم. طبعاً نكمل طبعاً بقى على كده، هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده ضربه المستوى. بدايه ما حسستناش ولو للحظه ان كهربا كان غايب بقاله شهور عن الملاعب، نزل وكانه كان لسه من يومين مخلص ماتش مهم.